مستقيمين في القامة مع عملية التمارين اللي هي أساسي في علاج الانزلاقات. بتيجي عملية الكمادات المياه الساخنة أو الباردة لتخفيف الآلام إذا في آلام باردة، إذا فيش مقدور على الآلام هذه ممكن الفترة تكون أريح. اللي بتعملوها بتبللوا شيء في مي وخل وملح وبتبللوها وبتحطوها على ظهركم ربع ساعة كل ساعة. الزيوت بدكم تستخدموها الزيوت اللي بتخفف الآلام، وبتدعكوا وتعملوا المساج على منطقة الظهر حركات بسيطة بدون عملية ضغوطات ومشي على الظهر ومش عارف ايش من هذه الطرق. ما تستخدموها لأن الوضع خطير وانتم بتتعاملوا مع نخاع شوكي يعني مع جهاز عصبي، فما بدكم حدا يجي يخبط لكم على ظهركم او يلعب لكم في ظهركم. التزموا في هذه التعليمات. مشيت على الموضوع والتزمت 3 ايام 4 ايام بدون ما اعمل عملية انحناءات ممكن عندي فرصة اخرج من العملية. ضليت نعمل هاي العمليات لمدة اسبوعين ثلاثة ومش شايف اي نتيجة او اي شيء. بعد 3 ايام اذا ما شفت نتيجة اذا بنتقل لتمارين تانية هلا بحكي لكم عنها. بس اذا ما حالفني الحظ والاعراض صارت تزيد والالام الحادة اكثر وكل هاي الحركات والشغلات اللي عملتها ما جابت اي نتيجة وصارت عندي آلام باطنية، صار في عندي عدم سيطرة على البول، عدم سيطرة على البراز، حركة في البول، حركة في البراز، مشاكل في عملية الإخراج، هذه خطوط حمراء. في هاي الحالة اضطرينا ورحنا على العملية، حاولنا بس ما نفع ورحنا على العملية. بعد العملية مباشرة، العملية بسيطة على المنظار، ما بتقعدوا ساعة، بعدها مباشرة بعد ساعة من العملية بدنا نكون بالسلامة. لازم نتحرك، لازم نتحرك بدون خوف، ما في داعي للخوف بعد العملية انه الجرح يفتح ولا مش عارف ايش. خلص كانت المادة طالعة الهلامية وضغط على العصب وشلوها. في هاي الحالة بجوز اكون نايم على جنبي في العملية. هلا كيف بدي اكون من لوضعية الكعاد؟ بدي انزل اجري شوي شوي، اخلي راسي مرفوع، ارفع شوي 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 تا اوصل لوضعية الكعاد وانا رافع راسي. ممنوع احني راسي لقدام نهائي، ممنوع اعمل هاي الحركة مثلا. بدي اقوم بالطريقة هذه ممنوع، بالطريقة هاي ممنوع، او الف حالي. هاي هي الوضعية الصح. بضلني عامل عمود الفقري مسطرة، بنزل اجريه